أهلا بكم مشاهدين ومتتبعي قناة الوطنية في فقرة سؤال اليوم من برنامج مرايا. راح نشوفوا إذا كان المواطن الجزائري متسامح أو لا. تبعوا معنا. ربي يحب المسامح كريم. نسامح مش ما نسامحش. قال لك تسامحي بصح ما تنساش واش داروا فيك. نصلي كيقول لك مسامح كريم. أنا نسامح أي واحد ونوجه لهم رسالة بلي كل واحد إن شاء الله نسمح له واللي راني ظالمه ولا ضريته كامل يسمح لي. علاش لا نسامحه؟ ما نقدرش. كاين عيبات سامحهم من غير والديك وخاوتك ابار انا ليا انا اون بيرسون فيهم كاين حوايج لا بصح بزاف نسامح. سامح والمسامح كريم بصح ضرني شغل كان صاحبي منايا ومن بعد دخل معايا للدار دالي صوالحي. الله يهدي هاد الناس الله يهديهم الله يهديهم كما قال طريق الخير باسكو او فون رانا غير ضيافه في الدنيا. وشنو لازم الانسان يكون عنده شخصيه يدي حقه في هذاك الوقت اذا فات سي بون سامحي وروحي. خاطر كاين حوايج وين يضروك بزاف ما نقدرش. وصحابي غدروني اللي كلاو معايا وشربوا معايا كانوا ما عندوش دراهم نخلص له يحتاج عفسه نخلص له حوايجي ولبسهم بعدك يغدرك طيح في طحت له في المقلق لاني ديرك. كان غلطات اللي تسامحي فيهم يجوز سامحهم معلوم لازم بصح كاين حوايج وين ديو معاك القبر كاع. شوفي يا الدنيا هذه ما تدي والو فيها كيما تسامحي ربي سبحانه راح يعوض عليك.